إلى الساعة الأولى من العالم الليلة معي ليا الاختيار. أبدأها من محادثات القاهرة بشأن الهدنة في غزة، والتي انتهت الوفد الإسرائيلي رد على المقترح بتعديلاته، لبل ويصر الجانب الإسرائيلي هنا بأن الفجوات كبيرة ولا يمكن تداركها الآن، كما أن الجيش الإسرائيلي يصر على مواصلة العملية العسكرية في رفح وأيضا بكل نقطة في قطاع غزة، رغم عدم رضا الحلفاء على وعلى رأسهم طبعا الولايات المتحدة، التي عبرت عن اعتقادها بأن هناك سبل أفضل من الهجوم البري الكبير لمطاردة ما تبقى من حماس في غزة. السيطرة على معبر رفح مشاهدينا واستكمال تطويق ما تبقى من المدينة تعني القضاء على كامل قدرات حماس العسكرية وتفكيكها. هذا ما تصر عليه إسرائيل، وعلى ما يبدو بأن ذلك ما يحصل مع استمرار العملية العسكرية وحصار رفح بشكل كامل، أي عملية عسكرية. تسابق المفاوضات في القاهرة مع تأكيد نتنياهو بأن حماس لم تلبي الشروط الإسرائيلية في رد على المقترح. حماس هي الأخرى أكدت للعربية بأن نتنياهو كان مطلعا على كل تفاصيل التعديلات التي جرت على مقترح الهدنة لكنه يراوغ. المفاوضات دائما أنت لا تأخذ كل ما تريده، هذه كانت تذهب من خلال المفاوضات للأمريكي، والذي كان لا يبتعد أمطار بل أقل من أمطار ويدرسها ثم يرسلها لبرنيع رئيس الوفد الإسرائيلي مع ألون نتسان، ثم تصل نتنياهو وتعود للوفد الأمريكي ثم الوسطاء، وإذا ما كان في تعديل جديد نقول موقفنا فيه. هذه العملية التي جرت على مدار أسبوع، وبالتالي نتنياهو مطلع على كل تغيير وكل حرف، لكنه راهن أن نقول لا، فعندما قلنا نعم وجد نفسه أمام أزمة